قبل القصر تغذي به القصر وغازواي وفرتانا كشف الطافس. وانا كنت مدير بلديه، كانوا الاخوه القطريين داعمين بشكل كبير لملف النزوع والنازحين وتقديم الحلول واعمال الاغاثه، واليوم بداوا هذا المشروع وتاهيل مشروع ماء القصر. اعتقد ان شاء الله راح تكون بادره خير على اهالي محافظه شمها. يومكم مبارك ان شاء الله في الاعمار وفي توفير الخدمات لاهلنا وناسنا في المواصلات. اشكركم. باسم أهالي محافظة نينوى نشكر دولة قطر والهلال الأحمر القطرية على دعمها المتواصل لأهالي محافظة نينوى، وهذا مو شيء غريب على أخواننا الخليجيين وخاصة القطريين، فبصراحة ساهموا بشكل كبير منذ أيام التحرير الأولى في عملية إغاثة النازحين وتقديم الخدمات للمناطق المحرومة، وهذا المشروع هو سيوفر الماء الصالح للشرب لمنطقة القصر، وأيضا هناك مشاريع في قطاع الصحة والتربية. والإخوان بصراحة بالسفارة والقنصلية متواصلين مع الحكومة المحلية وتقديم الدعم المتواصل لمحافظة نينوى، وإن شاء الله ستكون هناك مبادرات أخرى من دولة قطر الشقيقة في تسهيل مهمة عودة النازحين والمساهمة في غلق ملف النزوع. وكذلك إن شاء الله نحن كحكومة محلية سنحاول وبشتى الطرق المتيسرة لدينا من جلب الشركات القطرية والشركات العاملة معها، وهي دعوة لإخواننا القطريين بالاستثمار في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. اليوم الحمد لله الوضع الأمني وضع مستتب، وهناك علاقة حميمة بين الأهالي المدينة والمحافظة وبين القوات الأمنية، وأيضا المحافظة فيها فرص استثمارية واعدة في قطاع السكن، في قطاع الطاقة، في قطاع السياحة. فهذه المبادرات وزيارة الأخوة القطريين إلى مدينة الموصل أعتقد ستكون لها مردودات إيجابية كبيرة. واجب أخوي، واجب علينا كدعم للعراق الشقيق. تدري مكانة العراق عندنا مكانة، من لها مكانة كبيرة إن شاء الله، والحمد لله أنا فرح وسعيد صراحة. هذه ثاني زيارة لي للموصل، الزيارة السابقة كانت تقريبا 2018 أو 2019، فالحمد لله فرحني، الحمد لله التطور اللي صاير فيها، وكما ذكرت سعادتك أن عدد النزوح قل، والحمد لله في مشاريع كبيرة، الحمد لله مشاريع الهلال الأحمر القطري إن شاء الله، ومشاريع قطر إن شاء الله لن تتوقف إن شاء الله. في عدد من المشاريع كما ذكرت سابقا في مجال الصحة وفي مجال المياه بعد، فنتمنى السلام إن شاء الله، ونتمنى لجميع الناس إن شاء الله يرجعون إلى بيوتهم آمنين إن شاء الله، ونتمنى العمار إن شاء الله والتقدم للعراق كافة من شمالها لغربها وشمالها وجنوبها. ونفس ما قلت احنا متواجدين وياكم إن شاء الله حكومة وشعبا، والحمد لله العلاقات الثنائية جدا حميمة وودية بيننا، وإن شاء الله نسأل الله السلام إن شاء الله والأمان والتوفيق لكم إن شاء الله. أوجه الشكر والتقدير لدولة قطر لدعمهم المستمر إلى محافظتنا، ونشكر الهلال الأحمر لدورهم المهم في إعادة هذا المشروع، ونبارك لأهل قرية القصر اللي هم المستفادين من هذا المشروع. باسمي وباسم أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل وناحية قرية القصر، نشكر دولة قطر حكومة وشعبا، ونشكر الهلال الأحمر القطري اليوم قاموا بتأهيل ماء قرية القصر، وإلهم أعمال سابقة من بداية تحرير الهلال القطري ودولة قطر الشقيق. فباسم أعضاء مجلس محافظة وباسمي أشكر سعادة القنصل اليوم حاضر معنا، سعادة القنصل القطري في افتتاح هذا المشروع. إحنا حاليا اليوم حاضرين تأهيل مشروع قرية القصر عن طريق الهلال الأحمر القطري بجهود دولة قطر الشقيقة، وإن شاء الله راح يكون تعاون مستمر لدعم محافظة نينوى، ونحن دعمنا المستمر كمجلس محافظة
للنهوض بالواقع الخدمي والصحي لمحافظة نينوى. رافقنا السيد محافظ نينوى المحترم في هذا اليوم، وذلك للإشراف على افتتاح مشروع ماء القصر والمنفذ من قبل الهلال الأحمر القطري. اعتبر المبادرة بادرة خير، وذلك لزيادة التعاون بين الجهة القطرية وكذلك المحافظة نينوى، حيث أبدت الجمعية استعدادها للعمل والتعاون مع مديرية ماء محافظة نينوى مستقبلا. طبعا المشروع خاص بقرية القصر، من أكبر القرى في قطاع النمرود، تبلغ عدد سكانها بحدود 6000 نسمة، ولدى مديرية الماء خطة لإنشاء مشروع بديل لتغذية القرية، باعتبار أن المشروع متهالك ويقع في أسفل القرية، وبالتالي زيادة الملوثات وكذلك العيون الكبريتية، وبالتالي استبشرنا خيرا. وقد وجه السيد المحافظ باستعداد كشف لإنشاء مشروع جديد قبل القرية لضمان الوصول للماء الصالح للشرب لهذه القرية.